أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا البرنامج، برنامج مساء الدوحة. أعزائي المستمعين، طبعا عندنا موضوع. طبعا فازت نور مجبور، الباحثة المشاركة في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة، بالمركز الثاني في الموسم العاشر من برنامج نجوم العلوم، والذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم. ويسعدنا أن تكون معنا الآن عبر الهاتف على الهواء مباشرة. أستاذة نور، أهلا ومرحبا بك في هذه أهلا وسهلا فيكم، حياك الله، شكرا كثير على الاستضافة. يا مرحبا. طبعا الابتكار طبي جديد للتعامل مع مرض باركنسون، حابين نتعرف منك على هذا الابتكار والذي فزتي فيه في المركز الثاني بهذه المسابقة. صحيح، مثل ما بتعرف أخ محمد، مرض باركنسون هو من الأمراض اللي بتصيب الناس مع التقدم بالعمر، هو من الأمراض اللي احنا فعليا ما بنقدر نتجنبها اليوم. بيسبب تلف بجزء معين من الدماغ، تلف بالخلايا العصبية، وهالشي بينعكس على ضعف بالعضلات وصعوبة بالوظائف الحركية عند الإنسان. فكانت فكرتي أنه إذا قدرنا نحن اليوم نقدم تشخيص مبكر لمرض باركنسون، كيف ممكن هالتشخيص يقدر يساعد هؤلاء المرضى، سواء كان عن طريق تقديم حياة نوعية أفضل أو حتى عن طريق تقديم مداخلة علاجية مبكرة ومناسبة للمرضى. نعم، يعني هل من تعريف بمرض باركنسون؟ هلأ، هو تاني أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم التي تصيب الأشخاص مع التقدم بالعمر. يعني المرض الأول على مستوى العالم هو مرض الزهايمر، اللي هو الناس كلها بتعرفه، يعني أهم أعراضه فقدان الذاكرة. الثاني مرض هو مرض باركنسون على اسم العالم جيمس باركنسون، أو بالعربي مرض الشلل الرعاشي، وهو مرض أكثر بيأثر على الوظائف الحركية بجسم الإنسان، فبصير في صعوبة بالبلع، بصير في صعوبة بالحركة، بصير في بطء بالحركة، تصلب بالعضلات. يعني هي أهم الملامح السريرية اللي بتظهر عند مرضى باركنسون. نعم، طيب أستاذة نور، يعني ما الذي جعلك تفكرين في هذا الابتكار؟ يعني بصراحة أكثر من سبب. هلأ أولاً أنا كان عندي شغف بمجال العلوم العصبية، يعني سواء كان دراستي أو مجال بحث العلم اللي سلا عم اشتغل فيه تقريباً 6 سنين، كان دائماً مركز بحوثي على هي اكتشاف بايوماركرز، أو هي علامات تشخيصية لأمراض اللي بتصيب الناس مع التقدم بالعمر. اختياري لمرض باركنسون تحديداً هو بيرجع لأسباب عائلية. أنا عندي جدتي وعمتي مصابين بالمرض، فلما كنت عم شوف معاناتهم اليومية هو الشيء اللي خلاني أفكر أنه كيف أنا اليوم ممكن حول تجربة سلبية بحياتي لشيء إيجابي، وهذا الشيء اللي خلاني دفعني أنه ركز بدراستي وبمجال بحوثي على طرق تشخيص مبكرة لمرض باركنسون. نعم، أستاذة نور، يعني ما هي أهم أهداف هذا البحث والتي يمكن أن يحققها مستقبلا إن شاء الله؟ هلأ إن شاء الله، يعني مثل أي مرض تاني، أهم شيء لأي مرض اللي هي التشخيص المبكر والعلاج المبكر. هلأ أنا طبعا مثل ما بتعرف حضرتك بشتغل بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، فمشروعي بيركز على التشخيص المبكر، وإنما في مشاريع تانية بنشتغلها نحن بالمركز بتهتم أكثر بهي طرق العلاج، تطوير طرق علاج. أنا اخترت أني ركز على التشخيص لأنه نحن اليوم ما فينا نعالج مرض بدون تشخيص، فلهيك كان فكرتي أنه كيف نحن اليوم فينا نساعد عن طريق تقديم التشخيص المبكر بتقديم العلاج المبكر لهؤلاء المرضى. نعم، حدثينا عن أجواء المنافسة، خاصة أنها تعتمد على الجمهور، يعني هل كانت لديك الثقة يعني الكافية لتحقيق هذا المركز المتقدم؟ بصراحة البرنامج نجوم العلوم يعني فرصة رائعة جدا، عن جد أنا بشجع كل الشباب العرب اليوم اللي عندهم أفكار ابتكار إنه يقدموا على البرنامج. الجو بالبرنامج تنافسي بشكل عالي، وأكيد هذا الشيء ظهر من خلال الأربعة يعني اللي وصلنا على نهايات البرنامج. انبسطت كتير أنا الحمد لله رب العالمين بالتصويت اللي حصلت عليه من الجمهور، عن جد يعني السكور اللي أخذته يعتبر
سكور عالي جدا. يعني حتى هن لجنة البرنامج قالوا انه هي اول مرة خلال 10 سنين بيكون فيها النسبة عالية من التصويت من داخل قطر من خارج قطر. يعني فعلا البرنامج قدر يجذب اهتمام مجموعة كبيرة، وهذا الشيء انعكس بالمعدل اللي اخذته من تصويت الجمهور. الحمد لله رب العالمين، يعني كان تصويت اللجنة بالإضافة تصويت الجمهور هو الشيء اللي ساعدني أني أخذ المركز الثاني بالمسابقة. نعم. طيب كيف وجدت الدعم من مؤسستك طبعا اللي هي جامعة حمد بن خليفة لهذا البحث؟ بصراحة ما فيني حتى أوصف الدعم اللي أخذته، سواء كان من جامعة حمد بن خليفة، من معهد قطر، من مؤسسة قطر. يعني أنه قديش الواحد حلو اليوم يكون عم بيشتغل بمحل بيقولوا لك أنه أوكي عندك حلم، نحن رح نساعدك تحقق حلمك، شو هو الشيء اللي بيلزمك، تفضل هاي رح نحط لك إياه بإيدك وأنه حقق حلمك. يعني أنا كتير الحمد لله رب العالمين محظوظة كوني أنه جزء من أسرة جامعة حمد بن خليفة من أول يوم، حتى لما كان في كتير أمور أنه شغل لازم ينشغل بمخابر معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، سهلوها يعني كان كتير في تسهيل. كتير أمور كان يعني كنت خايفة أنه ممكن مثلا تكون صعبة، بالعكس كان كتير في تسهيل من ناحية سواء الدعم، من ناحية استخدام المخابر، أو حتى بالمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التصويت، اللي هي مرحلة الحملة الإعلامية. يعني جامعة حمد بن خليفة يعني كتير اشتغلت على أكثر من صعيد، عن طريق التلفزيون، عن طريق الجرايد، أكثر من صعيد حاولت أنه تخبر الناس عن مشاركتي بهالبرنامج، وهذا الشيء اللي مثل ما شفنا انعكس إيجابا يعني الحمد لله بحصولي على المركز الثاني. أتمنى لك التوفيق في هذا البحث وهذا الابتكار. الباحثة نور مجبور، باحثة مشاركة بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة، الفائزة بالمركز الثاني في برنامج نجوم العلوم. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. شكرا. العافية. حياك الله.